3, 2, 1. مركز جراحة الجهاز الهضمي، الحالة رقم 1000، ومستمرين منصورة. أعضاء الجمعية في مؤتمرات واعترفهم إن المصريين علمياً ونقاشاً وتحضيراً يعتبروا من أحسن الدول في العالم. جايزة الكبرى ليك هي دعاء الناس. وأنا مش عايز أكتر من كده. الغني والفقير قاعدين في أوضتين زي بعض، بيعاملوا نفس المعاملة. اهتمام غير عادي، فريق العمل هنا حاجة ممتازة. ده الكبون بتاع المشروع، قرار رئيس الجمهورية بعلاج مرضى زراعة الكبد على حساب قوائم الانتصار. المصريين كويسين، والخبرة المصرية تفوق الخبرة الأجنبية. مصر تستطيع قريباً فقط على DMC.